أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عدة كفاءات في عدة مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو الأستاذ خليفة ثاني المرة. أهلا وسهلا فيك سيد خليفة، شرفتنا برنامجنا الأسبوعي رواد النجاح. سيد خليفة، نبي نعرف قصة نجاحك، كيف كانت بداية حياتك المهنية؟ أول شيء أهلا وسهلا بكم، شرفتونا وأهلا بقناة السمع العين. والبدايات طبعا كانت الوالد الله يعطيه قوه العمر والصحه والعافيه، هو من محبين رياضه سباق الرجل، وطبعا هاي رياضه الاباء والاجداد، فكان الوالد دائما يحرص انه يودينا ويا العزبه بشكل يومي ويعلمنا كل شيء بخصوص الرجل، سواء من ناحيه التدريب او من ناحيه التغذيه او من ناحيه الرعايه الصحيه. فطبعا هالشيء كبر معانا، يعني هوايه. نعم، كانت هواية واستمريت في هالرياضة، رياضة السباقات الأجل، والحمد لله يعني أملك اليوم عدد من الأجل ومارس الرياضة. وصلنا إلى أنك فتحت هالبزنس، خبرني شوي أكثر عن البزنس. طبعا أي حد في مجال سباقات الأجل ما يقدر يستغنى عن الأدوية البيطرية، فأنا يوم كنت أشتري أدوية بيطرية منافذ البيع ما كانت تشرح لي بشكل كافي كيف طرق الاستخدام او شو المواد الفعاله الموجوده في الادويه. فكنت احب اطلع على الاشياء، فكنت ادور في الانترنت وادخل واشوف كيف طرق الاستخدام، الجرعات المناسبه، طرق التخزين للدواء. فحبيت انقل هالثقافه لجميع المربين يعني. الحمد لله الله قدرني وقدرت افتح المحل، وان شاء الله هاي نقطه البدايه. طيب خلينا نتكلم شوي على شركة النسر الذهبي، والأهم الأدوية اللي هي تستوردها أو اللي تجيبها أنت في الصيدلية طبعاً. والله نحن حالياً ما نستورد أدوية، الأدوية اللي عندنا نجيبها من مصادر موثوقة، مصادر المسجلة في وزارة التغير المناخي والبيئة. وطبعاً أنا أي دواء أختاره أو أحطه عندي في الصيدلية أحرص في البداية إني أنا أجربه في حلالي. بعد ما اجربه افحص واشوف نتائج الدواء او اراقب حلالي واشوف التغيرات اللي تحصل في الحلال، وبعدين بناء على النتائج ابدا ان انا اسوق للدواء وانصح فيه الناس او اني انا ابيعه. طيب سيد خليفه، شو الشيء اللي بيميزك عن باقي الصيدليات الموجوده في الدوله؟ والله نحن اكثر شيء يميزنا المصداقيه، ثبات اسعارنا. نحاول على قد ما نقدر تكون اسعارنا في متناول الجميع. نعم، في متناول الجميع واسعار ثابته، وفي السوق دائما في عرض وطلب. فاذا الاشياء اللي تكون مشاحه في السوق او قليله، التجار يحاولون يرفعون اسعارها، نحن لا، بالعكس نحاول نثبت على سعر واحد. وطريقه تعاملنا مع المشتري او المربي بان نحن نشرح له كل شيء يخص الدواء، مواد الفعالة في طرق الاستخدام، أفضل طريقة الاستخدام، كيف يقدر يحفظ الدواء. بالنسبه للادويه الموجوده في صيدليه النسر الذهبي، معين الحيوانات مثل الجمال الكبيره يعني ولا حتى صغير؟ نحن نشتغل على شيء اسمه اللارج انيمال، تقدرين تقولين على الجمال، على الاحصنه، على المواشي، على الماعز، هاي الاشياء اللي نحن متخصصين فيها اكثر. طيب شو رؤيتك المستقبليه سيد خليفة؟ والله مثل ما قلت لك، سمحت لنا بادين من 6 شهور. رؤيتنا المستقبليه يكون عندنا افرع في جميع امارات الدوله. نبغي تكون عندنا شركة استيراد خاصة فينا، نقدر نستورد أدوية من خارج الدولة، تكون حصرية لنا نحن، جودة عالية يعني، وتكون في متناول الجميع. طبعا عليكم تطبيق سيد خليفة. خلينا نتكلم شوي سيد خليفة على نعمة الأمن والأمن في دولة الإمارات. والله أول شيء أحب أتوجه بالشكر والامتنان لأصحاب السمو الشيوخ على توفير نعمة الأمن والأمان في الدولة، توفير فرص الاستثمار، فرص الاقتصاد،
وايضا احب اشكرهم على دعمهم اللامحدود لهالرياضه، رياضه السباقات. طبعا اكيد نوجه لهم تحيه، واكيد هذا بيرجع قيد رشيده في دوله الامارات. طيب سيد خليفه، اذا عندكم مواقع تواصل اجتماعي مشان يتواصل من خلال الزبده؟ نحن مواقع التواصل الاجتماعي عندنا بدينا في الانستغرام. ان شاء الله بنحاول نتطور، يكون عندنا سوق الكتروني، يكون عندنا شركات توصيل عالميه يعني توصل طلباتنا للجميع سواء في الامارات او برا الامارات. طيب سيد خليفه، خلينا نرجع شوي لشركه المثل الذهبي، خبرني عن موظفين خبراتهم مثلا. والله انا عندي يعني دكتور احمد عبد العزيز، دكتور بطري، اشتغل في الامارات في اكثر من مزرعه كبيره، زارع ابقار، وبعدين توجه لمجال الابل، اشتغل في الابل تقريبا لمده سنتين، اكتسب الخبره، تعرفت عليه و يعني فتحنا الصيدليه والحمد لله الله وفقه. أنا أحمد عبد العزيز، طبيب بيطري مصري هنا صيدلية النسر الذهبي. إحنا من أكثر الركائز اللي بنركز عليها عندنا في الشغل في الصيدلية إن إحنا نوفر الأدوية لأصحاب الحلال من مصادر موثوقة، تجنبا إن يوصل لأصحاب الحلال أي دواء مغشوش أو مضروب. من الحاجات اللي برضو يعني بركز عليها في شغلي مع الناس هنا مع المربين، ان انا بحاول اتجنب معاهم ان انا ابيع دواء وخلاص. يعني حد جه اشتكى من حاجه في عنده في العزبه او في عنده في الحلال، ان انا بحاول اوجهه للصح في التعامل مع الحاله دي. يعني مثلا احنا في الفتره اللي احنا فيها في الصيف، الفتره دي في الصيف في نشاط لحشره اسمها القراد. القراد ده بينقل امراض اسمها طفيليات الدم. فغالبا الفترة دي كلها فترة كلها فيها حمى، يعني معظم أصحاب الحلال الفترة دي تشتكي من الحمى وارتفاع درجات الحرارة في المطايا وفي الجمال عندهم في العزب. فبنصحهم الأول إن هم يروحوا يعملوا فحص دم علشان يتحققوا إن كان في طفيليات دم أو لا. ولو في طفيليات دم بنحدد الطفيل الموجود إذا كان أنابلازما أو بابيزيا أو سايلريا أو تريبانوسوما اللي بيسموها هنا الزنبور، علشان ما نقعدش نعطي أدوية كتير في بدون داعي. فبنحدد نوع الطفيل وبندي الدواء المناسب وبنتفق. والحمد لله ده الحمد لله عامل لنا مصداقيه عند الناس ومديهم ثقه فينا في الصيدليه. من تاني حاجه بركز فيها مع اصحاب الحلال ان انا بديهم دايما نصايح تخص التغذيه. يعني التغذيه من اكثر الحاجات اللي مهمه للحفاظ على الصحه العامه للحيوانات. يعني مثلا في الاعمار الصغيره دايما بنصح المربين ان هم يعطوا اعلاف فيها نسبه بروتين عاليه، لان فتره العمر الصغيره اللي هي فتره من فتره اللي هي السنه او السنتين الاوائل من عمر الحيوان هم اللي مسؤولين عن النمو بتاعه، خاصه نمو العضلات ونمو العظم. فبركز معاهم ان هم يعطوا اعلاف فيها نسبه بروتين عاليه. تمام؟ تاني حاجه مثلا بالنسبه للحيوانات البريجننت الحوامل، يعني البريجننت دايما بنصح المربين فيها ان هم يدوا مصدر للطاقه مع العليقه، يعني مثلا الملاس مثلا، لان البريجننت او العشار او الحوامل بيبقوا محتاجين طاقه كتير او نسبه طاقه اعلى من الحيوانات التانيه. برضو من الحاجات المهمه قوي في التغذيه ان اصحاب الحلال لازم يكون بديهم يعني معلومه ان لازم يكون في تناسب ما بين العلف المالئ والعلف المركز في العليقه. العلف المالئ اللي هو الحشايش والجت، والمركز اللي هو او الكونسنتريت اللي هو البلت اللي هي فيها نسبه بروتين عاليه ونسبه طاقه عاليه. فبنصحهم ان دايما يكون في توازن بين نسبه العلف المالئ والمركز في العليقه عشان نتجنب مشاكل الانفكشن اللي هي اللكمه واللي بتسبب صموده وممكن لو زادت عن الحد ممكن تموت الحيوان. تاني حاجه مشاكل الانتفاخات اللي عامه بتسمى مشاكل سوء التغذيه. فدي من اكثر النقط اللي بركز فيها هي حته حسن او اختيار التغذيه السليمه للحيوان. انا دايما مقتنع ان الطب البيطري
لابد ان انت توصله لاصحاب الحياه ان هو طب وقائي. انت لازم تكون عندك الخلفيه العلميه للعلاج، لكن هو وقائي قبل منه علاج. يعني مثلا اول حاجه الامراض الوبائيه لازم تحصن ضدها، ضد تحصينات الفاكسينز ضد الامراض الوبائيه المنتشره في الدوله، قبل ما تفكر ان المرض يجي ويعمل نسبه مورتاليتي عاليه، نسبه موت عاليه في الحلال، وبعد كده تعالج وتكلفه وموت. فانت تحصن من الاول بحيث ما المرض ما يظهرش اصلا. تحصينات زي مثلا مرض زي الحمى القلاعيه الاف ام دي، ده من الامراض المهمه جدا والمنتشره هنا في البلد، ولابد ان والدوله اصلا موفره التحصين، فلابد ان اصحاب الحلال يهتموا ان هم يحصنوا الحلال ضد المرض ده. ثاني حاجه من الوقايه التغذيه الجيده. التغذيه الكويسه والتركيز على واخذ نصيحه الدكتور في نسبه العلف المالئ للمركز في العليقه، ده بيتجنب مشاكل التغذيه الحموضه واللكمه والانتفاخات والمشاكل دي كلها. ثالث حاجه العمل الفحوصات اللازمه، يعني مثلا لو في ميل بعير معين عاوز تستعمله في ان هو يلقح ناقه معينه، لازم تعمل فحص للميل اللي هتستعمله علشان تتجنب ان هو لو في بروسيلا ما ينشرش المرض لاكثر من ناقه. فانت ولو طلع عنده بروسيلا لازم تستبعده تماما علشان ما يكونش سبب لنقل المرض لحيوانات كتير، لانه بعد كده بيسبب اجهاضات وتشوهات، فتتجنبه من تعمل وقايه ضده من الاول. رابع نقطة هي التطهير. ما تستناش ان المزرعة يكون فيها قراد وفيها حشرة الجرب وفيها كذا وكذا وبعد كده تعالج لما يجي الجرب او تعالج لما تيجي وفيات الدم. لا، انت من الاول بترش بصفة دورية العزبة او المزرعة بحيث انك تتجنب الحشرات دي. اقل حاجة رش كل اسبوعين او كل شهر بالمطهرات والمبيدات. هو في نقطة مهمة قوي، نقطة اللي هي مدة السحب بتاع الادوية. مدة السحب اللي هي الوزدرول بيريود، في حاجة اسمها مدة السحب في اللحم ومدة السحب في اللبن. تمام؟ يعني انت لما بتدي دواء معين لحيوان معين بيفضل موجود في اللحم بتاعها لحد قد ايه وموجود في اللبن بتاعها لحد قد ايه. مثلا لو في حاجة هتستعمل للأكل والدواء ده هيفضل السحب بتاعه شهر في اللحم، هتنصح صاحب الحلال ما تذبحش المطية او ما تذبحش الحيوان ده غير بعد شهر عشان المادة هتكون لسه موجودة في اللحم. اللبن، حد بيشرب لبن من ناقة معينة والدواء ده مثلا زي البنسلين بيقعد 3 ايام ينزل في اللبن، فانا بنصحه اقول له الدواء هيفضل ينزل في اللبن 3 ايام، فما تستعملش اللبن لمده 3 ايام. دي حاجه من الحاجات المهمه، موضوع الويذدرول بيريود بتاع الادويه. تمام؟ في حاجه جانب ثاني اللي هو الادويه ومخاطرها على البريجننت او العشار، حيوان المدني بيسموه هنا المدني. في ادويه ممكن تعمل ابورشن اجهاض زي الديكساميثازون مثلا. لو حد بياخد من ديكساميثازون اساله لو كانت حاجه بريجننت بلاش تستعملها في الفتره الاخيره من الحمل. أدوية مثلا ممكن تكون تعمل شوهات جنينية، برضه أقول له تتجنب الدواء ده إنك تستعمله في البريجنت. هي دي أكتر نقطتين بركز فيهم في مخاطر الأدوية مع الحلال. خلينا نتكلم شوي عن مصادر الادويه وكيف يتم مثلا تتبع المنتج تبعكم من طرف. والله نحن على تواصل مستمر مع الموزعين او الشركات المستورده للادويه في البلاد. أوكي. ودائما نحرص ان احنا نكون سباقين ان احنا ناخذ منهم الادويه اللي لها سمعه طيبه والادويه فعاله. ونحاول نتواصل معاهم، ناخذ كميات كبيره من الادويه، ساعات نحاول ان يكون الدواء حصري موجود لنا نحن في طريقهم هم. والحمد لله يعني الله موفقنا وياهم. شكرا لك سيد خليفه على حسن استقبال فريقنا. في ختام قدم رساله شكر لانسان عز عليك او انسان كان داعم لك فتره حياتك النهائيه. والله انا حاب اشكر كل اللي دعموني واللي ساعدوني من بدايه ما فتحت هالمشروع، سواء كان بالتوصيات او كان بالدعايه او كان بالمشتريات. حاب اقول لهم جزاكم الله خير.
وان شاء الله دائما اكون عند حسن ظنكم واقدر اوفر لكم افضل المنتجات. ان شاء الله يكون التوفيق سيد خليفه، وان شاء الله توصل رساله شكر عبر برنامجنا رواد النجاح. اتمنى لك ان شاء الله التوفيق سيد خليفه. في الختام شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، واللقاء في حلقه جديده مع كفاءه جديده. دمتم في امان الله.